لان اولاده طلعوا سالمين غالبين الحمد لله. يا عم سيب الكارنيه معايا. يعني الحكم صرف النظر والحكم في ايدينا، وايدينا معناه انهم عملوا جريمه. يعني في قرائن ثابته في القضيه بتقول ان المنى ما كانش موجود في اللحظه دي وقت الحادثه، في قرائن في ادله وفي شهود بتقول ان علاء كمان جه متاخر بعد الحريق، منى ما راحتش اصلا المكان وخدت سنه مع الكف التنفيذ. ده حكم سياسي، حكم بيصب في اطار العقاب اللي بيتم على كل اللي شارك في يناير. المساله بالنسبه لنا واضحه من بدري، الهجمه واضحه على يناير والهجمه واضحه على كل بتوع يناير. القضيه بتاعت ماهر ودمى وعادل ملفقه تماما، واحنا كلنا كنا هناك وعارفين انها ملفقه تماما، والقضيه اللي محبوس فيها علاء وغيره ملفقه برضه تماما. كل الاحكام دي احكام سياسيه بامتياز، والقضاء بيسجل اعلى درجات انحطاطه في اللحظه دي. مش دي الفكره، هو الفكره انه ده حكم سياسي بالدرجه الاولى. يعني هو في كل الاتهامات دي اختار اتهامين قرر انه يدي حكم عليهم، في حين انه بقيه يعني نفي بقيه الاتهامات معناه انهم ما كانوش موجودين في المكان، فهم اتحكم عليهم بحكم على جريمه هم ما كانوش موجودين في المكان اللي ارتكب فيه هذه الجريمه. فيعني ده حكم سياسي بالدرجه الاولى، وده فرشه للمصايب اللي لسه جايه.